النهارده دكتور حسن خالد، استاذ امراض القلب والحالات الحرجه بالقصر العيني. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنا عايزين نعرف انواع الهبوط في القلب وعلاماته وايه علاجه. هبوط القلب اولا بيحصل نتيجه يا اما ضعف العضله، يا اما او ارتجاع في الصمامات اللي حصل اثناء الطفوله وبقى له مده طويله، يبتدي يكبر القلب لحد ما العضله ما تستحملش العبء عليها فتبتدي تتسع وتفقد قوتها. انما المشهور اكتر اللي هو نتيجه انسداد الشرايين التاجيه، بتحول الى جزء كبير من العضله الى تليفات ما تقدرش تنقبض، فيبتدي ايه ما يحصلش مدفوع، يجي يعمل مجهود لان نفسه مش قادر، يعمل مجهود اكتر، القلب بيستقبل الدم في غير معاكسد عشان يحوله الرئه، لا القلب مش قادر يدفعه. فطبعا مظهر هبوط القلب يا اما باكورد فلو بيبقى انهجان مع المجهود، يا اما فورورد فلو يبقى اجهاد وهبوط في الضغط ودوخه. وفي الحالتين طبعا العلاج الاولي لابد يكون بالادويه، بس قبليه علاج السبب. احيانا لما نعالج السبب زي مثلا انسداد الشرايين التاجيه العضله تتحسن، مثلا ارتجاع الصمام الاورطي نغيره العضله تتحسن. فعلاج السبب ده اهميته انه ممكن يقلب الحاله الى قلب شبه طبيعي. بعد علاج السبب لو ما نجحش، الادويه اللي بتقوي عضله القلب موجوده ومتوفره وكل شويه بيحصل تجديد واحداث فيها. كنا عايزين نعرف دور منظمات القلب في علاج هبوط القلب. هل كل الحالات لا في حالات المفروض ان عضله القلب فيها عضيلات كلها بتنقبض في وقت واحد، ولكن في بعض الحالات بيحصل تاخير في انقباض عضله عن عضله، فده بيؤدي الى ضعف اداء القلب. دول بيبقى عندهم شكل مميز في رسم القلب بيسموه ليفت باندل برانش بلوك باترن. فالعيانين اللي ممكن يستفيدوا من منظمات هبوط القلب لابد يكون عندهم عيب في التوصيل الداخلي داخل العضله وبيبان في رسم القلب، بدل ما العضله كلها تستغرق 120 مش اكتر 120 مللي سكند، تستغرق 150 160. ده معناه ان في بطء في التوصيل من عضله لعضيله. احنا عايزين كلهم ينقبضوا في وقت واحد في زمن لا يتعدى ال 120 مللي سكند، فبنحط سلكتين على البطينين يخليهم يخلي العضلات اللي ما بتنقبض متاخر تنقبض في نفس الوقت مع باقي العضلات، فيتحسن اداء القلب وبيحصل نتائج مذهله لو تم اختيار الحاله صح. فيها كريتيريا بتاعه ان عيب في التوصيل داخل العضله في صوره انسداد الحزمه الشمال، دول بيستفيدوا جدا من تركيب المنظم بيسموه ثلاثي الحجرات، سلكه في الاذين وسلكتين في البطين الايسر الايمن، يتعاون ان هو يحدث سينكرونايزيشن تجانس في انقباض العضيلات. العين يتحسن بطريقه مذهله لو تم اختيار صح، وده نسبه نجاحه تصل 70%. من لو ركبنا 100 حاله 70 منهم هيتحسنوا، مجهودهم هيتحسن وهيقل احتياجهم للادويه. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتنا. شكرا.